صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله والله لا يهدي القوم الكافرين وغيرها من الآيات التي فيها أن الله لا يهدي الكافر والفاسق، وهناك من نرى من الكفار من آمن وهداه الله وكذلك من الفساق؟ العلماء اللي هداهم الله ما أنكروا الحق وهم يعلمون، جهال هؤلاء جهال تركوا الحق عن جهل فهداهم الله جل وعلا، ما تركوا الحق عن عناد أو عن كبر أو عن حسد وهم يعلمون، هؤلاء هداهم الله لأنهم كانوا جهالا تركوه عن جهل. نعم. أما الذي يتركه عن عناد فإن الله لا يهديه. نعم.